قال وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ متى يوم الرؤوس؟ هو اليوم الحادي عشر، واليوم الحادي عشر وسمي يوم الرؤوس والله أعلم لأن الناس يأكلون رؤوس الأضاحي والهدايا في ذلك اليوم، فيسمى هذا اليوم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألتنا عن هذا الحديث عن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ هذا الحديث طبعا رواه أبو داود بإسناد جيد، ونقله ابن حجر في بلوغ المرام، وفيه من الفضائل والفوائد أنه إثبات خطبة في يوم الرؤوس. طبعا مر معنا من حديث أبي بكرة أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب يوم النحر، ويوم النحر اللي هو يوم العاشر من ذي الحجة اللي هو يوم العيد. وهنا سراء بنت نبهان رضي الله عنها توضح أن النبي خاطبنا يوم الرؤوس اللي هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة اللي هو أول أيام التشريق. ولماذا سمي بهذا الاسم؟ لأنهم هم كانوا ينحرون ويذبحون الهدي والأضاحي في يوم النحر فيأكلون منها اللحم، ولما ينتهون منه يأتون في الغد يرجعون إلى الرؤوس، الله، رؤوس الهدي والأضاحي يعني، التي كانوا قد تركوها في يوم العيد لأنهم ليسوا في حاجة إليها. لحم الرأس الإنسان ما يأكل أول شيء، يأكل إذا احتاج إليه، لكن يأكل اللحم، يأكل لحم الذراع، يأكل لحم الفخذ، يأكل لحم الظهر، اللحم الطري الجميل الذي يكون في الهدي والأضاحي في بهيمة الأنعام. فلما ينتهي هذا اللحم يرجعون في يوم الحادي عشر اللي هو ثاني أيام العيد وأول أيام التشريق، يأكلون ماذا؟ يأكلون الرؤوس، فسمي بذلك بيوم ماذا؟ بيوم الرؤوس. إذن هذا الحديث حديث أبي بكرة فيه النبي خطب يوم النحر، حديث هذا الصحابي الجليل إن النبي خطب كذلك خطبة ثانية في أول أيام التشريق. إذن ثبت عندنا خطبتان، خطبة يوم النحر وخطبة يوم الرؤوس اللي هو يوم الحادي عشر من ذي الحجة اللي هو ثاني يوم العيد وأول أيام التشريق. وأيضا في خطبة في السابع من ذي الحجة وفي خطبة يوم عرفة، وخطبة السابع من ذي الحجة وخطبة يوم عرفة مجمعان عليهما عند الجميع، إنما الخلاف وقع في الخطبة الثالثة، هل كانت في يوم العيد ولا كانت في أول أيام التشريق. إذن معناها الآن عندنا أربع خطب، يوم سبعة ويوم تسعة ويوم عشرة يوم الحادي عشر. ولما النبي قال أليس هذا أوسط أيام التشريق، هذا سؤال استفهام، الغرض منه الإخبار. وأوسط أيام التشريق معناها أفضل أيام التشريق، وهو يوم القر. النبي عليه الصلاة والسلام قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، كما في سلسلة الجامع وفي الترغيب والترهيب الحافظ المنذر صحيح العلامة الألباني. وهو أول أيام التشريق. لماذا سمي بذلك 11 و12 و13 أيام التشريق؟ لأنهم كانوا يشرقون اللحم، يعني يقطعوا كده ويجعلون فيه يملحونه وينشرونه على الحبال أو على الصخور حتى يجف، ثم يأخذونه ويطبخون به طعام، وهذا يسمى إن ابن امرأة ما كانت تأكل القديد، وفي بعض البلد يسمونه القديد. نعم، هذا هو ما يستفاد من هذه من هذا الحديث إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله التيسير والتوفيق والسداد. هذا ما تيسر إراده وتهيأ عدونا على ذكره، وتم تحليل صوتيا في عشية يوم الجمعة الزهراء الغراء في آخر ساعة منه، يستجاب فيها بإذن الله الدعاء ل13 خلونا من ذي الحجة الحرام لعام 42 و4000 من هجرة عدنان عليه الصلاة والسلام، وننوه بصيام يوم 14 غدا إن شاء الله، ويوم 15 إن شاء الله، ويوم 16 على اعتبار أنها 3 أيام من كل شهر مع أيام
البيض أيضا لما في حديث أبي الذر وأبي هريرة أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بصيام أيام البيض 13 و14 و15، لكن قلنا 13 طبعا حرام صومه في ذي الحجة. ليه؟ إنه أيام من أيام أكل وشرب وذكر الله، كما جاء من حديث أبي المليح عن نبيشة الخير الهذلي عند مسلم، قوله عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد أبي وأخي وعمي وجمعتنا وكل مسلم أجمعين، واحفظنا بحفظك ويرزقني برها، وتقبل منا وتب علينا واغفر لنا. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.